اسمحوا لي أن أقدم لكم نفسي اسمي إقبال أغني كرنياوان من المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية حتى تكل بداية قبل البداية ابتداء قبل الابتداء أحييكم تحية إسلامية تحية من عند الله تحية وسلامة عربية Athir salamika shamsi wa duhaha salaman daiman kal fajri idza talaha salaman amiqatan ila rabbika mutahaha salaman wa azka tahiyyatan wa tahiyata ahli jinan assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh alhamdulillahilladzi جعل العربية أفصح اللغات وجعلها أفضل الفصوحات وجعلها أبلغ البيانات والصلاة على سيدنا المرسلين أفصح المخلوقين آزله الله لغات القرآن الكريم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وعلى آله وأصحابه وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فضيلة محب اللغة العربية جانب المحترم العالم والعامل خصوصا لرئيس اللجنة ومجلس هيئة التحكيم العادل وجميع السادة وسيدة الكرامة أيها المستمعون رحمكم الله قامت أمامكم هنا راجيا من أعماق قلوبكم الخالصة لأن أقدامي على حضرتكم كلمة أو كلمتين في المحاضرة تحت الموضوع أهمية التكنولوجيا في عصر الأولمة أيها السادة الكرام في السنوات الآخرة تطورت التكنولوجيا بسرعة كبيرة إذا كان الناس في السنوات السابقة لا يزالون على درايه بالخدمه البريديه او الهواتف التناظريه او الاله الكاذبه او البرقيه فقد كان كل شيء في هذا الوقت شيئا فشيئا مستبعدا شيئا فشيئا الى جانب الابتكار وتطوير السريع للتكنولوجيا تحول الناس الان الى استخدام الهواتف الذكيه والاجهزه اللوحيه والانترنت والعديد من أدوات المتطورة الأخرى من الصعب جدا طرح السؤال هل يمكن للناس في عصرنا أن يعيشوا بدون أدوات أو اتصال بالإنترنت ثم فإن التكنولوجيا لها تأثير كبير على تطوير التعليم والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي وما إلى ذلك أثرت التكنولوجيا على المستمع ومحيطه بعدة طريقة مع وجود التكنولوجيا في خضام عصر الأولمة فإنها تصبح عملية استماعية أو عملية تاريخية أو عملية طبيعية من شأنها أن تجعل جميع الدول والبلدان مرتبطة بشكل متزايد ببعضها البعض مما يخلق نظاما جديدا للحياة أو وحدة البيئة من خلال التخلص الاقتصادية والجغرافية ثقافة المجتمع هذا فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسهل أمورنا ويفتح قلوبنا ويجعلنا جميعا من المتكلمين والمتفقهين باللغة العربية ويجعلنا من أهلها حتى نتفهم ونتفقه العلوم الدينية والعالمية وعمل بها لنيل رضوان الله ورضينا بها بجاي سيدنا المرسلين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله نحن من أهل جنة الله آمين يا رب العالمين أيها الحاضرون السعداء اكتفيت بهذا وأرجو منكم العفو على كل خطيئة واشكروا شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم واخير الكلام اهدنا الصراط المستقيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته